مرحبا، إن شاء الله تكونوا دائما بألف خير. اليوم عندي فيديو أنا بعتبره قيم، بمعلومات قيمة جدا عن مادة لبان الذكر أو المسمى الثاني اللي نحن بنعرفه الكندر، مادة صبغية تطلع من نوع معين من الأشجار. بصراحة أنا نفسي تفاجأت من كم معلومات، يعني جد فينك تقولي موسوعة كاملة. وصدق اللي قال صيدلية عندك ياها بالبيت، من كتر ما في فوائد لا تعد ولا تحصى، سواء انك كان استعماله داخلي او خارجي، انك شربتي شرب او مثل ما حنشوف هلا. انا اليوم بدي احكي عن فوائده للبشرة، فبطريقة سريعة خليني اول اقول اني هو خافض للسكر، للضغط، للكولون منيح، للصدر، البلغم، الكحة، هدول اللي بيدخنوا يعني داخليا اذا شربناه، ولا بنشوف كيف بنعمله. فوائد سبحان الخالق، انه مادة طبيعية موجودة بالبيئة بفوائد الى اول ما الى اخر، عن جد تبارك الرحمن. بس نحن اليوم انا الفيديو تبعي اليوم عن فوائده للبشرة، كيف بنقدر نطلع من المادة هاي بهيدا المستخلص لبشرة فيها كتير من النضارة، الجمال، تشيلي تصبغات الجلد سواء كانت من الشمس او من الحمل او مادة فيها كتير من الكولاجين الطبيعي، بمعنى بوتكس، يعني الله خلقه بالطبيعة من الشجر مثل ما قلنا. الطريقة، الكندر بيجي هيك مثل ما شايفين، وألوانه متفاوتة بين البيج على سكري على بني ممكن يكون. أنا باخذ كمية بمقدار معلقة تقريبا وبنعمها بدقة، أنا مجهزتها مشان الصوت والإزعاج. بعد ما دقيناها يعني لحد ما صار معنا ناعم، كاسة مي أنا بفضلها تكون مي معدنية لتكون الواحد مأكد إنه هي نقية 100%، ما فيها أي شوائب، ما فيها كلور، لحتى ناخد نتيجة مضمونة قدر الإمكان. بحط كميتي اللي أنا أخذتها بعد ما نوعا ما نعمتها، وبخليها بهيدي المي. على فكرة المي لا أنا باردة ولا أنا سخنة أو عم تغلي، لا أبدا، مشان نقدر ناخد الخلاصة بأكتر وأكبر كمية فائدة. فأنا أخذ مي عادية شبه، يعني شبه فاترة، مو باردة ولا سخنة عم تغلي. بخلي لهيدا المنقوع تقريبا 12 ساعة، يعني من المساء، يعني ليلة كاملة لتاني يوم الصبح، تطلعي مثل كأنه حليب مثل ما شايفين.
بدك انك تشربي، انا بشرب بحاول ما تكون الكمية كتيرة، كمية الكندر. اما اذا للبشرة يعني كمية لا كتير ولا قليلة، يعني ما أنا محددة، مثل معلقة ممكن، مثل معلقتنا هاي. إذا للشرب لا بخفف، يعني ما يكون كتير. بطلع بهيدي المادة مثل الحليب، مثل ما قلت لك، بعبيها بهاي العلبة. أنا هيك بعمل عشان يكون استخدامها عندي سهل. بعد ما صفي اللي بيطلع معي المادة هاي، انا بصفيها، بتطلعي بهاي المادة خلاصة الكندر، قطنة طبية، امسحي فيه بشرتك كل يوم. وانا بفضل فترة المساء هي المادة اللي بتطلع معنا على بشرتنا كل يوم بالليل، لانه بالنهار حنطلع بالشمس وبدنا نحتاج اكيد مكياجنا وكذا. لا بالليل بشرة نظيفة، شوفي ريحته كتير كتير حتى طيبة، يعني عن جد. باختصار، كل مشاكل البشرة بشكل عام، حتى الحبوب للناس اللي عندها حب الشباب، الأهم من كل هيدا، مشكلة التقدم بالعمر. كلياتنا هيدي بدنا تصير معنا، وهيدا شيء طبيعي يعني. فهو كولاجين طبيعي بحفز الخلايا لأنها تتكاثر، وإن خليني أقول يعني بدل ما إنك تشتري الكريمات الغالية، لأن دائما كريمات البشرة المضبوطة يعني بتكون غالية، فأنتي هيك عم تاخدي مادة عم تصنعيها طبيعية، فوائد جمة إلى أول ما إلى آخر، بحارب أي تقدم بالبشرة، أي ترهل، أي بيعطيكي بتحسي بالفرق عن جد من أول استعمالات البسيطة، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم. عن جد أنا انصدمت إني بجد بتلاقي فرق، وما حتصدقي يمكن لحتى تجربي. أنا بنصحكم تجيبي، ما نو غالي أبدا، متوفر عند العطار. مي معدنية يفضل حتى تكون مضمونة 100%، مع كاسة مي كمية انت حدديها بمعدل معلقة مثلا، انقعي لتاني يوم الصبح وطلعي بهيدي الخلاصة، خليها عندك هيك جاهزة، امسحي بشرتك بقطنة لتاني يوم الصبح وشوفي الفرق وخبريني. انا متأكدة، عم بحكي بثقة بتجربة حبيت انقلها للجميع، وتستفيدوا منها. لا تفرطوا ابدا 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 بهي المادة. سبحان الخالق تبارك الرحمن، كتير اشياء موجودة وخلق لنا اياها، عن جد ما بقول الا سبحان الله. موفقين، بسمع منكم اخبار حلوة، جربوه على طول بدون اي تردد ابدا. باي باي.